أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. استهدفت فصائل المعارضة المسلحة غرفة عمليات مشتركة للميليشيات الموالية لنظام الأسد في البادية قرب منطقة القلمون وسط سوريا. وأفاد ناشطون بأن عملية الاستهداف حققت إصابات مباشرة. يأتي ذلك غداة قصف فصائل المعارضة لمطار خلخلة والمحطة الحرارية ردا على خرق نظام الأسد للهدنة واستهدافه لسبع مناطق في البادية السورية. استعادت قوات مكافحة الإرهاب العراقية السيطرة أمس على المنطقة الصناعية الشمالية التابعة لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى من احتلال داعش. يأتي هذا التقدم بعد سيطرة القوات العراقية على حي وادي عقاب وحي غانم السيد الصناعي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بعد اشتباكات مع مسلحي داعش. أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة السرية في ليبيا إن نحو 8000 مهاجر موقوفون في 20 مركزا في ليبيا. فقال المسؤول إن 130 مهاجرا أفريقيا شابا أوقفوا هذا الأسبوع وكانوا بمستودع في تاجوراء، حيث كان المهربون يجمعونهم بانتظار محاولة عبور البحر المتوسط، مضيفا أنه ألقي القبض على بعض المهربين أيضا. استقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس محمد شفيق صرصار من منصبه قبل 7 أشهر من إجراء الانتخابات البلدية، كما استقال عضوان آخران من الهيئة. وأوضح صرصار أنه اضطر للاستقالة بعدما تأكد بأن الخلاف داخل الهيئة بات يمس القيم والمبادئ التي تأسست عليها الديمقراطية. أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيمس كومي. وأكد البيت الأبيض أن كومي أقيل بناء على توصية من المدعي العام جيف سينشز ونائبه. ووجه ترامب رسالة إلى كومي أكد فيها أنه يتفق مع وزارة العدل بأنه لم يعد قادرا على قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعالية والجدية الكافية، وأنه من الضروري البحث عن زعامة جديدة. تتحول الأنظار مساء اليوم إلى المباراة الثانية من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والموعد مع فيسنتي كالديرون مع ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الجارين أتلتيكو والريال. ويدخل الريال المباراة بأفضلية كبيرة للتأهل بعد فوزه ذهابا على ملعبه بثلاثية نظيفة.